طيب جدا هام جدا هام اللي صار اليوم. قالت لي أنا زوجي مزعلني وزوجي، قلت لها كم سنة متزوجين؟ قالت متزوجين 9 سنين. طيب إيش القصة؟ قالت أنا زوجة ثانية وما بشوفه كثير. قلت لها كيف يعني؟ قالت بيجيني كل يوم. قلت لها بيجيك كل يوم؟ قالت آه. طيب المهم سمعت منها وسمعت 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 فقلت لها شوفي أنت دخلتوا بالحلال، من ثم بيجي لك كل يوم، نعمة عظيمة، نساء فيه بتمنوا من الله بعمرك وأصغر منك، بتمنوا من الله يكون عندهم ربع زوج، اصرف عليك ما شاء الله تبارك الله، محسسك بنعمة الحلال، من ثم إياكي تتدخلي بإيش بيعطي بأمه وأبوه، هذه بداية طلاقكم راح تكون وعدم البركة في حياتكم، من ثم إنه زوجته الأولى ما هي مزعجته وضاغطة عليه طلقها طلقها. أيضا أنه هذا الرجل ذكرتي أنه طيب هذا الرجل تقولي أنه مدمن شغل، الله يفتح عليك، طب ما حاملك وحامل عائلته الأولى وحامل والديه وحامل نفسه مسؤولية الشغل والشغل ما أريد أذكر نوع الشغل، هذا يتطلب جهد رهيب. فالمهم عديت لها تقريبا 10 شغلات، قلت لها ترى حياة التعاسة الطلاق تعاسة، ومن ثم أيضا لا تكوني قسم ومركز للهم والغم والنكد، لا كوني مركز حنية اجذبيه. من ثم جرعة الدواء، الدكتور قال خذي حبتين دواء، أخذتي 10 فيها موت أو مضرة شديدة، لذلك احذري أن أنت تكوني في هذا الأمر كعامل سلبي، كوني كعامل إيجابي وسعادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلذلك عديت لها يمكن 10 نعم وقلت لها آسف ملغي الاجتماع بيني وبينك وزوجك، ملغي ما تحتاجي، قميصك توسخ اجت عليه شوية مرقة طيب حمرة حريرة، طيب ما بروح بغسل قميص زوجك، قميصك اللي بده تغسيل. فالآن احنا حلينا الشغلة من جهتك وعيشي سعادة أكثر من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.